اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشه الرافده حتى نسمع اراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقه من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركه بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا على واحد من ارقام البرنامج من داخل العراق من زاخو حتى الفاو، تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني الارقام الاثنين اللي تشوفوها اسفل الشاشه. اما الاشقاء العرب والاخوه العراقيين اللي ساكنين في دول المجر يقدرون يتصلون بنا على واحد من ذني ارقام الاثنين الدوليات، فعندكم اربع ارقام للاتصال ذني الدوليات الاثنين اضافه الى ارقام الداخل ذني المخصصات للاتصال. يعني اذا تريد تدق علينا تدق على ذني الارقام. اما هذا الرقم اللي تشوفه امامكم الان هو رقم الواتساب للمشاركه عبر الرسائل مثل ما هو مكتوب هنا، نزلنا رساله على هذا الرقم. يعني في حال ما قدرت تحصلنا على ارقامنا الاخرى اكو سبب منع اتصالك بينا ما يخلينا نسمع صوتك مع شديد الأسف، رصيد ماكو أو خطوطنا مشغولة أو مشكلة في الشبكة، تقدر تدزلنا رسالة وليس للاتصال على هذا الرقم، وليس أن ترسل رسالة صوتية. يعني دا لاحظ الآن وصلت رسالة صوتية على رقم الواتساب، أعتذر منك أخوي العزيز اللي تدز رسالة صوتية على هذا الرقم. هذا الرقم ما مخصص لا للاتصال ولا مكالمة فيديو ولا رسالة صوتية، كلهم ما نقدر نستمع لهن، فقط الرسالة المكتوبة. فإذا ما قدرت تتصل بينا تقدر تدزلنا رسالة على هذا الرقم. موضوع حلقتنا مشاهدينا الكرام المي، بلاد النهرين الرافدين، بلاد الرافدين أدى مشكلة بالمي. كل سنة وفي بداية التحول الفصول عندنا مشكلة خصوصا مع قرب حلول فصل الصيف من كل عام. اليوم في ظل درجات الحرارة مرتفعة في العراق، وكلنا نعرف أجواء العراق هي شنو، أكو مشكلة بالمي وأكو جفاف يهدد المناطق، خصوصا الأهوار اللي تجف وايضا الجفاف اللي دا يحصل في محافظه ديالى. محافظه ديالى انتشر فيديو على في الايام الماضيه، نهر ديالى شخص دا يتمشى به ويقول اني هسه بنص النهر والمي مواصل للركب. هذا الشيء اللي خلى اتحاد الجمعيات الفلاحيه بمحافظه ديالى ياكد انه 70% من اصحاب المواشي او مربين المواشي باعوا ماشيتهم بعد مرور 13 شهر على الجفاف اللي حل بالمحافظة. يعني سنة وشهر المحافظة ما بها مي، فأدى إلى أصحاب تربية المواشي أو 70% من الثروة الحيوانية اللي في المحافظة خاصة الأغنام والماشية بيعت من قبل أصحابها خشية من نفوقها. يعني الناس بدأت تخاف على المواشي وعلى حلالها لأنه ماكو مي تشربها وماكو علف توكلها، فعليه بدأوا يفكرون ببيعها. 70% من مربين المواشي باعوا ماشيتهم بسبب أنه عدم مقدرتهم على توفير المياه الصالحة للشرب، إضافة ارتفاع غير مسبوق في أسعار العلف وانعدام الدعم الحكومي للفلاحين ومربين المواشي. السؤال اللي ينطرح هنا، 13 سنة ميزانيات انفجارية، أموال تهدر، وإضافة إلى ذلك ماكو خطط اقتصادية من 2003 حتى هذا اليوم. عفوا أنا قلت 13 سنة، 13 هي المضة الجفاف اللي ضرب ديالة، لكن أقصد خلال 19 سنة لا خطة اقتصادية ولا أموال متوفرة ولا أكو حفاظ على حصص العراق المائية ولا أكو تحرك بشأن حصص العراق المالية وتجاوز إيران على حصص العراق المائية. يا ترى ليش؟ أبو علي من أبو غريب حياك الله. حياك الله، رمضان كريم عليكم إن شاء الله. علينا وعليك يا رب. الله يخليك ويحفظك. الله يحفظك. بالنسبة للموضوع مالكم مال المياه. أي عين.
المياه اي المياه معها صدام حسين كانت خير من الله، خير من الله تغطي العراق كليته، ونوبات تفيض ونوبات فاضت معها صدام، فاضت نهر دجله. جوي هذول من 2003 لهذا اليوم خربوا البلد، ما يفكرون غير بالمناصب، لا يفكرون بمي، لا يفكرون بكهرباء، لا يفكرون باي شيء. عندنا قايم مقام بابو غريب بس الراتب ماله 4 ملايين. خلي دحد على اهل ابو غريب. ايش بيهم ما بيهم قاعد وساكت وياخذ راتب 5 ملايين 6 ملايين شنو معناته؟ وعمره ما زارنا منطقه بابو غريب. هذا القايم مقام مال ابو غريب عمره ما زارنا منطقه وشافه. ما يصير هذا الحكي. يعني انتم بالنسبه لهم هذول من راح صدام حسين لحد الان ايش قدمتوا للبلد؟ بس رواتب، يعني المدير راتبه 4 ملايين والقايم مقام راتبه 4 ملايين. يعني شنو هو؟ يعني ما يفكرون بالعراقيين. ورمضان هسه رجع عليله، زارنا رمضان، ما يفكرون برمضان، ما يفكرون باكر عقبه بالاخره شي يحصلون، ما يحصلون من 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 ذنب اللي اخترفوه وقادوا العراق الى هاي الكارثه. نهر ابو غريب سدوه من زمان، من راح صدام حسين نهر ابو غريب، قبل نهر ابو غريب يغرقون به ناس، يغرقون به ناس يسبحون بالصيف. والله العظيم الله شاهد علي، لو شوف نهر ابو غريب كارثه. اي الله يحفظك ان شاء الله. نعم نعم، شكرا شكرا لك ابو علي. المشكله اليوم لما نشوف انه اكو خلل في قضيه ما، من المفترض على الحكومة أن تكون هي الحل لهذا الخلل، من المفترض على الحكومة أن تضع الحلول لحلحلة الأمر، لإيجاد حلول لأي مشكلة، لمساعدة الناس على تجاوز مشاكلهم. يعني اليوم مثلا محافظة ديالى تعتمد بشكل أساسي، أو أهالي محافظة ديالى يعتمدون بشكل أساسي على الزراعة وتربية المواشي. إذا مي ماكو شلون يزرع وشلون يربي؟ محافظات كثيرة أخرى مثلا بها ناس يعتمدون على أحواض تربية الأسماك، إذا الأنهر دا تجف وين يربي الأسماك؟ الأهوار معتمدة بنسبة 100% على الماء، على المي. إذا جفت الأهوار، والأهوار تعتبر واحدة من الأماكن اللي مفروض الأمم المتحدة تحميها، إذا جفت الأهوار والناس طلعت من عدها، شنو اللي بقى من 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 المعلم كله؟ البصرة اليوم بسبب شح المياه في نهري دجلة والفرات، مياه الخليج العربي أعلى من مياه شط العرب، وعليه المي المالح ده يعبر من الخليج العربي على شط العرب، والمي ده يزداد بالملوحة بسبب أنه حصص العراق المائية ما ده توصل. يعني احنا بال 2022 من يوم اللي خلق رب العالمين الخليقة والعراق بها النهرين، بال 2021 بدينا نعرف ملوحة وجفاف. بلد بنهرين كانت العالم كلها تحزة تقول العراق قاصتها من الطول للطول نهرين، ما تصير بيه مشكلة مياه. اليوم احنا عندنا مشكلة مياه. مشكلة المياه انه اللي دا تصير بالعراق أدت إلى ناس يعوفون مصادر رزقهم، يبيعون مواشيهم. وعلي الخطر الثاني اللي يصير من هذا الشيء، أنت لما فلاح يبطل من رزقه ومربي مواشي يبيع ماشيته، هذا وين راح يروح؟ راح يبقى بمنطقته ويقرط الفلوس ويسكت؟ لو راح ينزح لغير مكان حتى يدور لعيشة ثانية، بما معناه راح يصير نزوح داخلي من الريف إلى المدينة. هذا الشيء اللي راح يسوي اكتظاظ سكاني داخل المدن، هذا الشيء اللي راح يسوي مشاكل داخل المدن، وعليه لازم نلقي حلول. يعني لما نقرأ
خطوات مواجهة حالة الجفاف اللي تضرب العراق؟ إعلان مثلاً الحكومة المركزية إطلاق مياه السدود لتغذية الأراضي الزراعية والاحتياجات الأخرى، وأكو تحذيرات أن الوضع الراهن هو الأخطر على العراق مائياً. إيران طوال شهور قطعت معظم مياه الأنهر المتدفقة من أراضيها نحو العراق، الأمر اللي تسبب بجفاف شديد في معظم مناطق شرق البلاد. وإجا قرار طهران، أنا حسب التقرير اللي موجود جوا إيدي، رغم أن قرابة 40 نهر متدفق من إيران نحو العراق وهي أنهار دولية عابرة للحدود وثمة اتفاقيات دولية تنظم حقوق الدول المشتركة في تلك الأنهار، تراجعت كميات الماء المتدفقة من نهري دجلة والفرات والمئات من فروعها المتدفقة على مدار الأشهر الماضية، وهو ما دق ناقوس الخطر تجاه المخاطر اللي تواجهها الزراعة واحتياجات مياه الشرب. آخر تطورات هذا الملف، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية يقول أن المعطيات تشير إلى أن هاي السنة سنة شحيحة، وكل الإيرادات المائية التي ترد إلى سدودنا وخزاناتنا غير كافية لتغطية الحاجة السكانية، لذلك راح نضطر إلى إطلاق الخزين المتوفر في السدود وفي الخزانات من أجل أن نلبي الاحتياجات وفق هذه الخطة. ووظف المسؤول العراقي اللي مذكور اسمه علي راضي أن الوزارة ستلتزم بالإطلاقات المائية لتغطية الحاجة حسب الخطة، إضافة إلى إطلاقات مائية لتأمين الاحتياجات الأخرى الزراعية، إضافة إلى محطات الإسالة وكذلك الأهوار ولسان ملح البصرة، فضلا عن الاستخدامات الصحية والكهرومائية. لما نقرأ الخبر ما شاء الله زين، إذا الأنهر دجف والروافد جفت، أنت لما تطلق الخزين ووراها يخلص الخزان مالتك أو السد وينتهي الموضوع ويبقى العراق ما بمي، هاي رقم واحد. رقم اثنين، لما تقول أنه إحنا راح مثلا نطلق الخزين الاستراتيجي المائي من أجل تلبية الحاجة السكانية وتلبية الحاجة الزراعية، إضافة إلى تلبية احتياجات أخرى منها محطات الإسالة وكذلك الأهوار ولسان ملح البصرة. الأهوار ده جف، المي في شط العرب ده يصير مالح ومج، إضافة إلى ذلك أنه مي الإسالة اللي ده يوصل للناس كل الفيديوهات أكدت أنه مي غير صالح للاستخدام البشري. فإذا هذا التصريح حبر على ورق لو لا؟ إضافة إلى ذلك يقول منع التجاوز على الحصة المائية الدولية هو لضمان وصول المياه لكافة المستفيدين ولكل المحافظات، خصوصا محافظات البصرة وميسان وذي قار واللي تكون أكثر تضرر بسبب التجاوز على الحصة المائية، إضافة إلى منع التجاوزات البيئية على نوعية المياه من رمي المخلفات والنواتج لمحطات الصرف الصحي التي تؤدي إلى تلويث المياه. حلو، يعني هسه المتحدث باسم وزارة الموارد المائية يقول انه احنا لما نمنع التجاوز هو حتى نحافظ على الحصص المائيه اللي تصل الى كافه المستفيدين، خصوصا البصره وميسان وذي قار اللي هم اكثر تضررا اذا كان اكو تجاوز على حصص مائيه. ويقول يجب المحافظه على نوعيه المياه من رمي المخلفات والنواتج لمحطات الصرف الصحي. اللي ما يعرف شنو معنى محطات الصرف الصحي، يعني مياه المجاري او المياه الثقيله اللي ترمى في الأنهر، والفيديوهات كثيرة، وآخرها قبل كم يوم شكوى من إحدى المحافظات الجنوبية بسبب رمي مياه الصرف الصحي، الأمر اللي أدى إلى حدوث تلوثات جلدية عند سكان تلك المنطقة. فهمنا هذا الكلام شلون نقدر نحسبه؟ عبد الرزاق من بابل حياك الله. السلام عليكم سادتي. عليكم السلام والرحمة والإكرام. سادة، للأسف الشديد الأزمة الموجودة بالبلد يعني مو وليدة اليوم، من بعد 2003 الأزمات مستمرة يعني، ونعرف كل زين أزمة المياه وأزمة الثروة الحيوانية بتسميم الأسماك والنفوق الحيوانات
فهذه يا استاذ أسهل الامر يعني مدبر من قبل الدول اللي تشرف بالعراق. يعني اشوف المؤامره الكبيره على العراق من تكثيف الانهار، من القضاء على الثروه، كل انواع الثروه اللي موجوده بهذا البلد. يعني هي مؤامره للاسف الشديد، والا يعني مثل العراق بلد نهرين ويتعرض للجفاف ولل يعني هذا اعتبرها اباده، يعني اباده للبلد. يعني احنا لكنه ما عندنا ناس اللي تطالب حقوقنا. يعني انت تعرف كل زين استاذ أسهل، من صار سد النهضه ومصر يعني ما سكتت، يعني والسودان كذلك الاعتداء على حصتنا. لكن احنا اليوم شوف ايران تقطع المياه، تركيا تقلل المياه، ولا كانما اكو واحد يحس بمعاناه العراقيين، لانه ما اعرف يعني الناس هذول يعني هم الناس مرتزقه وماجورين، فما يهمهم الوضع بالعراق اللي جاي يصير عليه. يعني احنا جاي نشوف الهجره من القرى والارياف للمدينه، هاي راح تسبب كارثه، يعني تسبب مشاكل. وشوف حتى الانهر الداخليه، يا اخي احنا للاسف يا استاذ أفل يعني المعارك مالتنا داخليه وخارجيه. يعني من الخارج ايران المياه الثقيله مال المفاعل النووي مالتها بعبدا تسلط على شرق العراق، وهذا جاي يشوف انت معدلات الامراض السرطانيه جاي ترتفع بالعراق. يعني وبالداخل المياه الصرف الصحي جاي يسلطوها على الانهر. يا اخي المعاناه الداخليه وخارجيه، يعني ما اعرف المواطن العراقي هذا ما اعرف منو اللي راح يوقف وياه. انت شفت ذاك اليوم هذا شو اسمه رئيس احدى الكتل اياد علاوي، اياد علاوي تعرض لوحده صحيه، يعني بداخل به وين يخلوه؟ بيا مستشفى من ابن سينا للدين، وهي المساله مالته يعني وحده صحيه وشبه كلها التفت عليه. لكنه المواطنين العراقيين اللي يتعرضون الى امراض سرطانيه ما حد بحالهم، لا اكو ادويه تتوفر لهم، لا مستشفيات يعني تكتب المواطن العراقي. لكنه للاسف هو هذا الوضع العراق بسبب هذه الطغمه الفاسده وبسبب سكوت العراقيين بنفس الحاله. صح احنا ثوره تشرين احنا نتشرف بهاي الثوره، لكنه احنا ما نريد هاي الثوره تسكت، ما نريد المواطن العراقي يسكت، لانه اذا بقى المواطن العراقي يرضخ للسكوت لا صدقني مزيد من المعاناه. نعم تحياتي لك سابقا. شكرا شكرا لك اخ عبد الرزاق. ابو عمر من بغداد حياك الله. حياك الله استاذ رفاعي، وحيا الله قناه الرافدين. حياك الله يا غالي. حياك الله. استاذ أسهل، احنا بالنسبه يعني للعراق يعني بلد احنا كل العالم يعرف به نهر دجله والفرات، وبلد يعني غني يعني بالثروه النفطيه، والثروه النفطيه للاسف يعني العراق لا شاف من الثروه النفطيه ولا شاف من الانهر اللي عنده، ولا عنده انهر ولا عنده سدود ولا عنده اي شيء يعني مثل العراق. يعني قد مهمه الشعب للوطن اللي عايشين فيه، ولا قياده تفكر، لانه العراق استاذ من 2003 ولحد الان تدمر بسبب هذه الاحداث. يعني حتى المياه اللي عندنا والسدود اللي كانت اللي موجوده عندنا لا عمروها ولا سووا لها شيء، خاصه يعني عندنا الزراعه تدمرت بسبب المياه وعدم بناء سدود يعني جديده للاستفاده منها في الثروه الزراعيه. هاي الامور اللي يجب ان يكون الدوله هي المحاسبه بها وليس المواطن، لانه هذا الشيء يشكل يعني مبالغ يعني كثيره لازم انه تستعملها الدوله من اجل صالح المواطن، وعلى مود يكون اذا هي تكون مستفاده في بناء هذا الوطن، في تدريس في يعني انشاء يعني وطن جديد. من هم جو 2003 سووا خربوا ودمروا استاذ أفل، وما خلوا شيء زين للعراقيين. يعني عندنا كسب الزراعه يعني وصلت لمرحله ماكو 48 مليون عدد،
يعني استاذ كان العراق يعني يزرع حتى الان استاذ ماكو يعني ما يشكل الا 27 مليون يعني من هاي الزراعه، وهاي الزراعه وقفت استاذ بسبب المياه، جفاف الانهار في زياده وباقي المناطق اللي عندنا صارت يعني بحيث انه الارض الاراضي الزراعيه ما قام يوصل لها الماء، قله المياه بسبب جفاف هذه الاراضي. فاحنا استاذ يعني من اشد ابو عمر السؤال اللي ينطرح بموضوع المياه، يعني التجاوز على حصص العراق المائيه الى علاقه بالسياده لو لا؟ استاذ اكيد التجاوز، لانه هذا عامل يشكل يعني اولا للحكومه وثاني شيء للشعب. لو كان هذا الامر يعني مو مهم يعني تهان الدوله بهذه الطريقه وتجاوز لها. ليش؟ لانه كل هاي الامور استاذ بالاول مثل ما قلت لك المسؤوله هي الحكومه، بناء الوطن وبناء يعني الثروه الزراعيه وكل هاي، فهي امام الوجه يعني باي شكل كان تتحمل الدوله. فاذا كانت هاي الامور ما متوفره وما مهتمه للمواطن فهذا يعتبر تجاوز اول شيء عليها، وبعدين على الشعب. الشعب ما له اي ذنب استاذ عمر، هاي الامور اللي شكلها هي الحكومه، الشعب ما عنده اي ذنب، لانه الدوله ما وصلت له المياه، ما سوت له سدود، فكل هاي الامور هي الحكومه تتحملتها. للاسف احنا ما عندنا حكومه وسياده قويه تتحمل الحكومه هي نفسها سيادتها، لكن للاسف عندنا مجموعه احزاب وسلطات هم دول اللي يديرون البلد ويتحملون الاهانه ويتحملون التجاوز والسياده، لان هم ناس ما محترمين استاذ انفسهم، ما محترمين انه بهيبتهم، ما محترمين الوطن عنده سياده. فهذه اهانه اول شيء، اهانه للاحزاب وهذه السلطه اللي جاي تحكم العراقيين. المواطن ما له اي ذنب استاذ، المواطن عليه يعمل، يجد عمله، يجد قوته اليومي. فللاسف هذا العمل القوته اليومي والمزارع كل هذه وقفت بسبب فشل تعمد الاحزاب على العراقيين وعلى ارقامهم اللي حكمونا من 2003 لحد الان. ما استنتج من عندهم غير الدمار استاذ افير، وغير انه هاي الزراعه للاسف العراق يعني كان مثل ما قلت لك بلد يعني مزارع عنده انتاج المحاصيل الزراعيه بشكل يعني قوي، حتى ماكو عنده غير كم الف كيلو متر استاذ يعني بالزراعه بس. وهاي المستقبل هم راح تجف وهم راح توقف بسبب المياه اللي ما موجوده عندنا وجفت. حتى هؤلاء ابو عمر يقول لك يعني مثلا مزارعين الحنطه يقول احنا نروح الى الوزاره نريد نعطي المحصول مالتنا، ما حد ياخذه من عندنا الى ان يتلف المحصول ويروح علينا، ومستحقاتنا ما يعطونا اياها، اسمده ما يعطونا، مي ماكو، يعني هاي كثير من المشاكل موجوده حتى في الاراضي اللي ما زالت حتى هاي اللحظه هي اراضي زراعيه. استاذ عفل يعني راحوا من ناس هواي يعني قبل فتره يعني طلعوا من كربلاء، راحوا يعني من مناطق عندنا كثيره طالبوا يعني عطوا يعني وقت يعني للحكومه العراقيه يعني الثروه اللي العراق اللي هو اللي يكون اول الحكومه اللي لازم تحاسب المزارع وتحاسب على اذا كان الاراضي اللي عنده بشكل يعني بالزراع تحاسبه، اذا ما كان عنده ما كان عنده ثروه تستنتج من عنده كل سنه لازم تحاسبه على المحصول اللي عنده، تحاسبه على يعني على المبيدات، تحاسبه على كل الامور. لكن ما نشوف اكو اي حساب، بالعكس صار الموضوع الفلاح هو يروح يحاسب الحكومه والحكومه ما تحاسب الفلاح، وصار الموضوع بالعكس. يعني للاسف ما احنا ما مر علينا هاي الحكومه واي اي حكومات بالعالم كله، يعني يطلع الفلاح هو يطالب يا حكومه اعطيني ماء، يا حكومه اعطيني مبيدات، اعطيني يعني الات الزراعه، هذا المحصول ما تم تاخذينه وتبيعينه بالاسواق. لكن للاسف استاذ كل هاي الامور الفلاح يزرع ويروح يبيع الزرع مالته للاسف بالاسواق بالمزارع اللي عندنا عندنا يعني كنا هواي كثير من الطماطم وباقي المحاصيل اللي كانوا عندنا يعني خربت وما حد ما يشتريها بالاسواق. ليش؟ لانه اكو سبب عمول ما ياخذون عليها وفوائد،
لكن للاسف الاستيراد الخارجي استاذ يمشي بيعون بسعر رخيص وما في اي فوائد، فهذا السبب دمرت الزراعه، دمرت يعني فلاح فلاح يصرف له من يتعب ويجيب هاي يعني المياه من يوصلها للزرع، كل هاي الامور استاذ فيها يعني مشقات متعبه، المواطن هو قاعد يتحملها، اللي قاعد يعني ما من اي شوف يعني الحكومه اللي تقدم لنا المياه او توصيل المياه لهذه الاراضي اللي عندها ما بعد تهتم ابد استاذ ابد، فشل الحكومات المتعاقبه لحكومه العراق ما بنت يعني وصلت للمرحله بانه حتى المياه جفت وما يفكرون بهذا الشعب والمزارع والفلاح لانه هم عليهم بس مصدرهم لانه منافعهم الشخصيه وال يعني مكانتهم اللي يحاسبون هسه فيها فيما بينهم، اما المواطن ما له اي ذنب استاذ ابد. نعم. وانا اشكرك واشكر قناتك. شكرا لك ابو عمر. مختصين في الشأن البيئي او خبراء بيئيين يقولون، خبراء بيئيون، انه السياسات المجحفه من قبل دول الجوار بحق بلاد الرافدين عبر تجييد السدود على منابع وروافد كل من نهري دجله والفرات عملت هذه على تقليص تدفق المياه على اراضي عراقيه مع مرور الوقت، ما ادى الى حدوث شح كبير في كميات المياه المخصصه الى العراق للري. واضاف كذلك الخبراء ان موسم الامطار بالعراق يعتبر هو الاكثر جفافا خلال 40 عاما، وتسبب في نقص حاد لتدفق المياه في نهري دجلة والفرات، وبلغت نسبته 29% و73% بالترتيب. حراك دبلوماسي موسم امطار العام الماضي واللي قبله 29 ب73، والحكومة خلال الفترة الماضية على أساس أطلقت حراك دبلوماسي مع أنقرة وطهران بشأن إنهاء الأزمة المائية، وشارك العراق في مؤتمر القاهرة مؤتمر المياه الذي أقيم مؤخرا في القاهرة تمخض عن تفاهمات وتعهدات وقعت مع الجانب التركي، لكن أبدى الجانب الإيراني استعداده للتشاور حول قضية المياه العراقية. السؤال اللي ينطرح هنا، ليش ماكو موقف للحكومة؟ ليش ما وقفت وقالت لا هاي حصتي واللي مد ايده عليها اكسر ايده؟ ليش ما قالت حصة العراق المائية خط احمر؟ وليش ما قالت حصة المي العراقية حتى الناس تستمر بالفلاحة والزراعة خط احمر؟ بس هي شاركت بالمؤتمر، ويبدي الجانب الإيراني استعداده للتشاور حول قضية المياه. أسامة من كركوك حياك الله. انقطاع الاتصال يا أسامة، أتمنى ترجع لنا حتى نسمع رأيك بالموضوع. إضافة أنه مسؤولين في قضية المياه وكذلك هنالك أشخاص يعملون في وزارة الموارد المائية أكدوا للجهة اللي أعدت هذا التقرير اللي موجود جوا إيدي أنه بشكل عام ظاهرة الجفاف بشكل عام ألقت بظلالها على العراق بسبب سوء إدارة ملف المياه من قبل الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق منذ عام 2003 وحتى اللحظة، وأن أطلاق مياه السدود والخزين المائي في السدود لتغذية المنشآت المائية والخطة الزراعية الموجودة جاء كحل مؤقت فقط لحين تنفيذ ما توصل إليه العراق مع تركيا خلال الفترة الماضية والوصول إلى تفاهمات مع الجانب الإيراني. وأضاف أيضاً المسؤولين يقولون أنه توالي مواسم الجفاف أدت إلى تقليص الأراضي الصالحة للاستثمار الزراعي في العراق، قلة الزراعة والمنتج المحلي الزراعي، إضافة إلى هجرة الفلاحين من القرى إلى المدن الكبيرة، وأيضا وجود ملوحة كبيرة في الأراضي الزراعية وتصحر كبير بنسبة كبيرة جدا في العراق، أمر يشكل خطر محدق بالأمن الغذائي. وتصاعدت هاي التحذيرات في ظل التناقض الرهيب في المياه، ما قد يدخل العراق في الدائرة الحمراء للبلدان الفقيرة مائيا. يعني إذا استمر على الباب على هذا الحال، وإذا استمر الحال بالعراق مثل ما هو عليه الآن، هذا يعني أن العراق راح يدخل في دائرة
أو الدائرة الحمراء أو الخطوط الحمراء أو يؤشر كبلد أحمر. التأشير على العراق مائيا أنه كبلد أحمر هو بلد جاف وفيه خطر، فبلاد الرافدين موجودة على تحذيرات الأمم المتحدة أو قوائم الأمم المتحدة اللي تحذر من نهري دجلة والفرات، راح تجف، الأمر اللي أدي إلى مشكلة بيئية كبيرة جدا في العراق وهجرة داخلية في العراق من القرى والمناطق الزراعية إلى المدن الكبيرة، الأمر اللي راح يفاقم الكثير من المشاكل. والسبب حسب التقارير الأممية هو سوء إدارة ملف المياه من قبل الحكومات اللي تعاقبت من 2003 حتى يومنا هذا. تقارير ثانية يقول نهر دجلة في العراق شهد تراجع كبير بمنسوب المياه، ويخوض العراق منذ عام 2003 حربا مغايرة في التكتيك والمضمون، يبدو من ملامحها أنها ستكون طويلة الأمد بانخفاض معدلات إيرادات نهري دجلة والفرات بحوالي 50% عن معدلاتها الطبيعية خلال الأعوام التي سبقت عام 2003، وتسبب انخفاض مليار لتر مكعب من الماء بخروج 260 ألف دونم من الأراضي الزراعية المنتجة عن الخدمة. يعني ده يحكي لك 50% انخفاض في مناسيب مياه نهري دجلة والفرات أدت إلى انخفاض مليار لتر مكعب من المياه، مليار لتر مكعب من المياه، الأمر اللي أدى إلى خروج 260 ألف دونم اللي كان العراق يستغلها في الزراعة. 260 ألف دونم، تخيلوا شقد تعيش ناس، وتخيلوا شقد فلاحين يشتغلون بيها، وتخيلوا شقد بيها أيدي عاملة، وتخيلوا 260 ألف دونم شقد تنطي محصول زراعي سنوي، وتخيلوا 260 ألف دونم شقد راح تعطي وارد للدولة يساعد الخزينة على تمشية الأمور. هذن كلهن نذبن بالزبل لأن ماكو سياسة مائية صحيحة. مشاهدينا الكرام، ملف المياه في حلقة اليوم مستمر، الجفاف يدق ناقوس الخطر في العراق، لكن حلقة اليوم بها فاصل قصير ونرجع لكم. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. هاي تشير تشير صوتك تشير هذا يفشل علينا هذا يفشل ارجع ترجعون منا لحدي قبل بضل يأتي هذا يفشل هذا ضربهم هذا ضربهم هو ضربهم هو ضربهم هذا ضربهم هو ضربهم هذا اللي يفشل يقول لك ما عنده خواط ما عنده عراض هذا اللي فشل حياكم الله مشاهدينا من جديد. اللي ما فهم الفيديو هو بعيد عن موضوع الحلقة، لكن حتى الناس تعرف اللي دا يصير بالعراق، هو اعتداء قوات الشرطة والقوات الأمنية على حملة الشهادات العليا والخريجين من الجامعات اللي دا يطالبون في هاي التظاهرة اللي انطلقت يوم أمس بتعيينهم في مؤسسات الدولة حتى يشتغلون ويكونون حياتهم.
فكان هذا التصرف من قبل القوات الأمنية مع هؤلاء الخريجين وحملة الشهادات العليا. أما موضوعنا هو ملف المياه، ملف المياه اللي أدى إلى انحسار مناسيب نهري دجلة والفرات، ملف المياه اللي أدى إلى انخفاض منسوب نهر دجلة والفرات بنسبة أكثر من 50%. هذا الملف اللي أثر على كثير من الأمور، اللي أدى ب 70% من مربين المواشي في محافظة ديالى لبيع مواشيهم خوفا عليها من الموت، الأمر اللي أدى إلى 70% أنه يتركون هاي المهنة ويتوجهون إلى مهن أخرى وحياة جديدة أخرى. أبو أحمد من الرمادي، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. حياك أخوي عزيز، ربي يحفظكم. والله أخي إحنا بالنسبة لهذا المقطع اللي شفته هسه قبل شوية، يعني مقطع مؤسف. يعني الوضع بالعراقي وضع مزري، يعني ما حاجة واحد يتكلم بيهم، لأنه يعني وضع شلون نقول تعودنا على هذا الشيء. بالنسبة للموضوع المياه في العراق، يعني تعرف أنه إذا حكومة ما تلتزم يعني موضوع شعبها وموضوع الزراعة وموضوع انحسار المياه وموضوع الجفاف الأنهر، يعني أكو خطط يعني بديلة لخزن المياه، خطط بديلة لكيف تصرف، يعني تصرف المياه، كيف تنحصر المياه، كيف تنخزن المياه. ماكو خطط، مجرد جماعة ملتهين شلون يشكلون الكتلة الأكبر، شلون يشكلون الكتلة الأصغر، شلون يعني يقعدون على الكراسي. فموضوع العراق يعني موضوع جدا مؤسف، يعني يوميا جاي نشوف مشكلة بعد مشكلة تتكرر دائما، يعني مشاكل كثيرة من ضمنها هي موضوع المياه. عفوا، فموضوع المياه هي من المواضيع الكثيرة اللي موجودة بالعراق. يعني شلون تقول موضوع المياه، موضوع الدراء التدريسي، موضوع يعني النفط، موضوع اي كل يعني اي على موضوع تتجه، ما تعرف على اي موضوع تتجه، يعني على اي موضوع نتكلم. العراق على شفا حفرة. يعني هسه ابسط مثال، احنا كالانبار نهر الفرات، نعمة حاين نهر الفرات في بعض المناطق تدري محطات ري، اكو محطات ري هي قديما المحطات الروائية، حاليا فيها احنا نسميه الراط، يعني الراط اللي يتصل بالنهر ويسحب المياه على المضخات المي. نعم. حاليا مدى يصل المي الكافي، يعني مدى يصل المي الكافي، اكثر الفلاحين حاليا دا يبدون تنظيف هاي النهر اللي يوصل على مضخات الماء. ماكو تعاون من الزراعة، ماكو تعاون من الري، ماكو تعاون من المحافظة أو انتباه لهذا الأمر، اللي رفع الأعشاب، رفع القصب، يعني وضع يعني مزري. حاليا المعامل أو الأفران أو الغسل والتشحيم، كل المياه هاي الأسنة أجلكم الله القذرة يجي يصرفونها داخل الأنهر. يعني حتى بالأنبار ما كان هذا الوضع، كانت اكو رقابه. هذا السؤال اللي اريد اسالك يا ابو احمد، يعني احنا دا نواجه قله مناسيب نهري دجله والفرات، انخفاض في المناسيب النهرين، اضافه الى ذلك اكو انخفاض والدوله تعرف اكو انخفاض وخبراء يعرفون اكو انخفاض ووزاره الموارد المائيه تعرف اكو انخفاض، ومياه المجاري تنشمر بالنهر والازبال تنشمر بالنهر، وماكو تكرير او لروافد النهر، ماكو محافظه على المي الموجود. فشنو السبب يا ترى؟ سبب أخي عزيز مثل ما تكلمت لك، يعني قلة الانتباه، يعني قلة الاهتمام، قلة التوجيه من الحكومة لدائرة الري أو وزارة الري أو وزارة الزراعة، يعني كل الأمور، يعني الناس ملتهين، يعني ما مجرد اسم، يعني مجرد اسم وزارة فلانية، مجرد اسم دائرة فلانية، مجرد اسم، لكن ماكو يعني تحرك أو يعني شغل صحيح وتصرف بصورة صحيحة. تدري تعرف تسلمة الدوائر بيد ناس مو مهنيين، ناس على الواسطات، ناس جابوها ما نعرفها منهم، لا مهندسين لا خبراء. أنت تحتاج إلى خبراء لشون نقول المحافظة على هذه المياه يخزنها. يعني أكثر مناطق حاليا
بدأت تجف. والله أنا أعرف ناس يعني من محافظة الأنبار في جزيرة الرمادي، أبسط مثال أقول لك، أكثر الناس بدأت في أراضيها. ليش؟ أقول لك أنا على شنو مخليها؟ يعني لا أقدر نستفاد من ذلك كزراعة. أكثر المناطق بدأت تبني عليها، لأن يعني انحسر المي، مي ماكو مياه، ماكو حاليا ماكو مياه. نعم، ظاهرة تحول أراضي زراعية إلى أراضي سكنية. نعم إي والله، يعني حاليا الوضع قلت لك يعني وضع يعني جدا جدا مؤسف ومخيف. يعني تدري الثروة الحيوانية تقل، الثروة الزراعية تقل، الفاكهة غيرها، يعني أكثر مناطق أنا اللي أعرفها قامت تتجه إلى مناطق قريبة على أنهر وقريبة على المياه، حتى تقدر تربي مواشي، تقدر تزرع، تقدر ترتب وضعها، وناس تعرف أنت مرتبة حالة من الزراعة، ناس ما يزرعوا في الزراعة، تعشق الزراعة، لكن ماكو من يهتم بيها. يعني تتصور يبيع السماد الكيمياوي، نعرف احنا السماد الكيمياوي، السماد اللي يتوزع كان على الفلاحين، بدا يباع يا اخوي العزيز، ولا وطرد كلامي، بدا يباع لغير محافظات، بدا يتهرب يعني. نعم، الفساد الحاصل في نعم في وزارة الري. نعم، شكرا شكرا لك ابو احمد. مشاهدينا الكرام، يعني تقارير تشير الى 2025 راح يكون جفاف في الانهر، اضافة الى تقارير اخرى تقول العراق بلا انهر عام 2040. هذه قصة أزمة المياه في العراق، وتشير إلى أنه سنة 2040 راح تجف الأنهر وتصبح أرض جرداء لا بها مي ولا حياة. أسامة من كركوك، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير عليك أستاذ أفل وعلى كادر قناة سرح. مساء الأنوار أستاذ أفل. طبعا يصير تصحر، والصحراء العراقي تحول من أرض زراعية بسبب ايه الـ 2022، لأن لحد الآن من 2003 لهذا اليوم، هذا يوم ما بنوا سد أو سدة أو ناظر تقسيم للأنهار بالعراق، بالإضافة إلى أنه الأحزاب المتنفذة بنت سدود يعني خاصة لها، وعملت منها مزاريع وحواض سمك وتجاوزت، والفلاح البسيط هو يعني اضطر ان يترك الزراعه ويلقى له مصدر عيش غير. يعني استاذ افهم؟ نعم. نعم الله عليه. وهو يعني اشتهى اشتغل بالعراق، هو انتهى العراق، وانتهى يعني البنيه التحتيه بالزراعة انتهت استاذ افهم. تجاوزات على الحصص الماء. تركيا قطع المي، ايران قطع المي، كل دول المحيطه بالعراق اللي الصب المنبح هم محاربين العراق محاربه. فكيف تريد من الزراعة تنهض العراق يا أستاذ أهل؟ نعم نعم الله عليك. ألو وياك. نعم، احنا بكركو حاليا يعني أغلب الناس شركة الزراعة، مي ماكو. نعم، يجي بالشهر مرة يومين لو ثلاث، يعني ما يوفر أن يأصط المساحات، فمضطر على ما تستخل مثل ما تفضل الدول الأخ المتصل، الكمية وصل 1.5 مليون، المبيدات الحرافة مكلفة الزراعة، ومي ماكو، فمضطر أن يترك الزراعة. نعم، شكرا شكرا لك أخ أسامة. مشاهدينا الكرام، أحد التقارير اللي نشرت على الإنترنت تقول يستهلك سكان العراق البالغ عددهم 40 مليون نسمة تقريبا ما يقدر ب 71 مليار متر مكعب من المياه سنويا. عام 2035 سيصل عدد السكان إلى أكثر من 50 مليون حسب التقديرات، ومن المتوقع أن تنخفض المياه السطحية إلى 51 مليار متر مكعب سنويا بعد إكمال كل المشاريع خارج الحدود. يعني عفوا، إذا كان عدد السكان اليوم 40 مليون ويستهلك الـ 40 مليون 71 مليار متر مكعب من المياه، بال 2035 يقول لك راح يصير حسب التقديرات اكثر من 50 مليون، لكن المي راح يكون 51 مليار متر مكعب. فانتوا اذا اليوم اكو شح بالمياه واحنا بدنا نستهلك 71 مليار متر، فشلون راح يصير الوضع لما يصير العراق تعداده 50 مليون والوارد المائي راح يكون 51 مليار متر مكعب؟ مشاهدينا الكرام، بالنسبة إلى رسائل الواتساب، أحد الأشخاص
أزمة حصار خانق في مخيم الهول بما تقل المياه والخضروات والفواكه وجميع المواد الغذائية. من فضلك أخوي أعرض هذه الصور. أخي العزيز وداز رسائل صوتية بالنسبة إلى الصور والفيديوهات اللي تريدون تنشروها على شاشة الرافدين، مو هذا الرقم اللي تشوفوه أمامكم الآن، أكو شريط أبيض دا يمشي جوه بأخبار أو شريط الأخبار المتحرك، في نهايته أكو نافذة اسمها نافذة أنت ترى، وجدتها قناة الرافدين بها رقمين تليفونات بهن واتساب وأيضا باقي البرامج اللي تقدر تستخدموها أو تراسلون عليها تدزون فيديوهاتكم حتى تنعرض. السلام عليكم أستاذ أفل، أنا متابع للشأن العراقي منذ سقوط النظام الوطني بالنسبة لنفس مياه في العراق، لأن اللي يحكمون العراق ليس لهم في إدارة البلد غير نهب مقدرات الشعب. أحمد من مصر. السلام عليكم، وضع العراق الحالي ميؤوس منه، والسبب هو الشعب اللي جعل العراق يتوسل بهذه الطغمة الفاسدة اللي انتخبت من قبل الديود، والشعب هو اللي فشل انتفاضة المحافظات الغربية وأفشل ثورة تشرين بعدها، لأننا شعب عمى الجهل فيه وعدم الإحساس بقيمة الوطن وسيادته. أصبح العراق قصعة الكل ينهش به، والكل التقارير التي ذكرتها للأمم المتحدة كلها حبر على ورق، لأن سياسة الغرب تجاه العرب سياسة تجويع. انتبه يا عراقي. رسالة أخرى، السلام عليكم، المياه وغير المياه كلها بيد من خرب العراق، متفقين عليه بمخططات متسلسلة، وطقطقوا كل عظامه حتى أسنانه، شلعوها ونفضوه نفض بهذه الحكومة التي تبرعت بالعراق للميليشيات لتسيطر عليه، وما يحصل مقصود، لأن العدو حقيقي يخفي وجهه ولم يبقى أمام الشعب إلا الوجوه الحكومية القبيحة، لأنها تنفذ ما يطلبه منها أعداء العراق المحاصر بين إيران وإسرائيل، ألا ملف المياه كما سبقه من باقي الملفات التي تهم إسرائيل المتمسكة باحتلال العراق آجلا، ولن تترك الشعب العراقي يرتاح حتى لو حصل التغيير، والعراقي اللي بقى بالعراق يطلع، واللي بالأرياف سيترك أرضه الزراعية ويذهب إلى المدن، لأن المدن تخلو من الثروات. عفوا. مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم لهذا اليوم انتهى، نلتقيكم على خير في حلقة جديدة من برنامجكم غدا بنفس التوقيت، في أمان الله، إلى اللقاء.